باينه اكتر برضو اهي، تمام كده. تمام، انا كده ركبت الاستك من عند حبة الرقبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا اجمل جمهور في الدنيا، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. النهارده رجعنا مع بعض بالتصميم ده، بلوزة العيد بشكل جميل قوي، سهلة وبسيطة، كل عليكي بس لايك الجيم التاني لك. التصميم اللي احنا هنعمله مع بعض زي ما انت شفتيه طبعا في الصوره. اول حاجه خالص ان الباترون الاساسي اهو معانا، التصميم ده مرتبط بالفستان بتاع امبارح قوي. ليه؟ لان امبارح ما اديناش الوسع بتاع البلوزه بتاع التصميم، بس هنا هندي الوسع عشان خاطر نعرفه ازاي بنطلع الوسع ده، والوسع بيتحسب على اساس ايه. تمام، بس اول حاجه خالص في استك برضو عندنا بيبقى من اول حرده الرقبه لحد الطول بتاع البلوزه بتاعتي. تمام، ابتدي بقى كده احط الوسع بتاعي اللي هو مثلا 3 سنتي. تمام، وابتدي احطه لحد المسافه اللي انا حابه اعمل لها وسع، فانا هعمل طول البلوزه كلها. تمام، وبعدين هنيجي هنا مش هنقسم الوسط، مش هنعمل له تقسيم، المفروض الوسط بيبقى من هنا كده وبيبقى متقسم بالشكل ده. تمام، بس انا مش هعمل تقسيم لان انا اصلا عايزه اقسم عن طريق الاساتيك اللي انا هركبها في الاماكن دي، فعشان كده مش عايزه اقسم الوسط. طيب دلوقتي اول حاجه عملناها في النقطه الاولى اللي هي التعديل، وعملنا الوسع اللي احنا محتاجينه. طيب تاني حاجه يا مريم بنعمل ايه؟ بنجيب كده طول الكتف، معايا بقيس كده طول الكتف بالمسطره او بالمزوره على حسب ما انت بتاخديه ازاي. تمام، بس من على الباترون ده بتاخدي طول الكتف معايا انا 6 سنتي. تمام، فانا معايا 6 سنتي، بقسم ال 6 سنتي دي على 3، يبقى هتبقى عندي 2 سنتي. تمام كده، تمام، وباخد من ال2 سنتي دول، باخد من ال2 سنتي دول وانزل لحد دوران الستر. انا عايز انزل لحد دوران الستر، انا هنزل لحد كده. تمام، طيب ليه عملت كده؟ عشان خاطر اولا احدد النقطة اللي انا هبتدي افتح، يبقى انا كده هفتح حردة الرقبة بتاعتي بمسافة الجزئية بتاعة دوران الصدر دي، بس هنشوفها مسافة ايه والطول هيبقى ازاي. هنيجي بقى من عند النقطة دي، النقطة بتاعت حردة الرقبة بتاعتنا اللي احنا نزلناها 3 سنتي، ونبتدي ناخد من 3 سنتي دول لحد الطول بتاع حردة الرقبة. تمام كده، تمام. طيب وبالنسبة للخلف يا مريم هعمل فيه ايه؟ الخلف اسهل بكتير من الامام، لان الخلف هيبقى بنفس المسافة دي كده اهو، بصي 1 سنتي هنا عاملينه احنا كنا، وهنا هننزل ونوصل النقطة دي بالنقطة دي. تمام كده، اهو شكله بصي اختلف ازاي. طب انا عايزه اعرف شكله في الاخر خالص يبقى عامل ازاي بعد التعديلات وبعد كل ده. اول حاجه خالص ابتدي اقص، تمام زي ما اتفقنا مفيش اي تعديل هنعمله، هنسيب البلوزه على وسعها، مش عايزينها تبقى عاليه. تمام، ثانيه واحده، وبعدين نسبه الكتف عندي هتتشال، وهتبقى نسبه الكتف هي النسبه اللي احنا عملناها على 3 دي، قصينا على الاخامين مش مهم عادي. بصوا اهو انا بس عشان اوريك التصميم عامل ازاي. بصي انا كده قصيت على الامام الاثنين، فانا مش عايزه الامام الاثنين، انت بتبقي في فرق كده مسافه، الفرق بيبقى على الاقل كده مثلا اهو، بيبقى الفرق هنا مثلا كده. تمام، اهو هو ده الفرق، شايفه الفرق قد ايه؟ الفرق بيبقى ال2 سنتي دول. ما علينا، بس انا بقول لك انا عملت ايه وايه اللي حصل. تمام، بصي دلوقتي التصميم اهو. دلوقتي بقى هنبتدي نحدد الاماكن بتاعه الاستك، بنحددها على اساس ايه؟ على اساس الاماكن اللي فيها الوسع اصلا. انت حاطه وسع فين؟ حاطه وسع اولا حاجه عند حرده الرقبه، طيب وبعد حرده الرقبه حاطه وسع فين تاني؟ حاطه وسع عند حرده الجيرو من هنا، ادي النقطه دي حرده الجيرو، يبقى هنا ادي هنا الاستك، وهنا يتركب واحد تاني مقابل ليه، وهنا يتركب طبيعي عند دوران الصدر واحد، بس طبعا هيبقى واحد بشكل خفيف مش هيبقى شكل تقيل قوي. وعند الوسط عشان تقسمي الوسط بيبقى بشكل ضيق شويه، ثانيه واحده، بيبقى شكل ضيق شويه عند الوسط عشان يبقى ضيق ويوصل معاكي للمرحله بتاعه الوسط الاساسيه. شايفه اماكن الاستك اللي حددناها ازاي؟ ادي كده اهو، ونبتدي نوصل اماكن الاستك دي.
تمام تمام كده التصميم بتاعنا احنا تقريبا شرحناه، بس ناقص بس نقطة معينة. ايه هي؟ ان احنا نعمل مثلا كأننا مثلا عايزين نعمل الكشكشة بتاعت الاستيك دي، فديت هنعملها عن طريق الدبابيس. لو انت عايزة مثلا تشتغليها عن طريق الدبابيس في الاول، تمام. بصي اول حاجة كده انا هحاول اعمل الكشكشة بتاعت الاستيك. التصميم سهل، هو النهاردة التصميم سهل، بلوزة العيد سهلة اوي. بصي انا عايزه الكشكشه اللي تبقى في النص، مش عايزه الكشكشه دي تبقى من فوق، ما تضايقنيش من فوق، تمام. انا عايزاها في النص ومن فوق، مش هنعمل عند حد لا بقى، لا هنعمل لان احنا سايبين لها وسع، احنا هنعملها اكيد. انا بس كل ده بحاول اوريكي الشكل بتاعه اللي هيبقى في القماش. بصي انا بحاول اوريكي الشكل اللي هيبقى في القماش تمام. كل ده انا بحاول اوريكي الشكل اللي هيبقى في القماش مش اكتر. بصي شكل التصميم بيبقى في القماش عامل ازاي. طيب ده اول استك ركبناه، مثلا هنبقى نركب نفس الاستك بنفس الحكايه، وتحته نفس الحكايه، وتحته نفس الحكايه، فكلها تبقى طبقات تدريجيه، تمام. واول حاجه خالص طبعا بنضم دي كده باستك اهي، بنضمها كده، بنضم حلقة الرقبة عشان خاطر احنا مدينا وسع، واحنا مش عايزين الوسع ده يأثر ان الحلقة بتاعتك تقع منك، يعني تبقى نازلة سقطة اللي هو بتبقى ايه الكتف مايل معاها، تمام. اهو اهو بتمسكيها على الدوران بتاعك بالظبط. التصميم شكله سهل قوي وبسيط، مفهوش اي حاجة، التعديلات اللي فيه تعديلات سهلة وما فيهاش اي مشكلة خالص، تمام. بصي انا هنا كده هبتدي بقى اركب، وعايزة اعمل برضو هنا كشكشة، برضو انا عايزة اعملها هنا كده كشكشة عشان تبقى باينة اكتر برضو اهي، تمام كده. تمام انا كده ركبت الاستك من عند حردة الرقبة، ورجعت ركبت واحد تاني عند دوران الجيرو او حردة الجيرو اللي هيمسك لي عشان خاطر يمسك لي دوران الصدر هنا. دوران الصدر هنا لسه ما ركبناش فيه، بس انت بقى عن طريق الشكل ده بتعملي الامام والخلف بنفس النظام ده، تمام. ده مش فستان، دي بلوزة، بس هي عشان خاطر فيها كسرات كتير. دلوقتي احنا خلصنا البلوزة بتاعتنا، ناقص بس نعمل الكم. فانا مش هعمل كل مره بطلع الكم كده ايه ونقصه وتشوفوه هو مقصوص، لا انا في تعديل حابه